المغرب والكاميرون يطمحان إلى تقوية تعاونهما في مجال النقل. مباحثات جمعت وزير النقل واللوجستيك السيد عبد الجليل بوزير النقل الكاميروني جون إرنست ماسينا ناكال ببيه، حيث توصل الطرفان إلى إعداد عقد إطار سيمكن من تحديد المجالات التي سيتعاونان فيها. اتفقنا على باش نوجدوا واحد العقد إطار اللي غادي نتفقوا فيه على شنو هما المجال اللي بغينا نتعاونوا فيها في جل القطاعات، من السلامة الطرقية، النقل على الطرق، النقل البحري والنقل الجوي. الوزير الكاميروني هو الآخر أعرب عن سعادته بتقوية التعاون مع المغرب البلد الشقيق والاستفادة من تجاربه وغناه في مجال تدبير النقل واللوجستيك. سنكون سعداء بتقوية هذا العقد الإطار، ولقد قدم خبراؤنا مقترحات تستجيب الانتظارات واحتياجات كلا البلدين. كما قدم السيد ناكال ببه لمحة عن هيكلة وزارة النقل بالكاميرون التي تتولى تدبير 4 قطاعات فرعية للنقل، وهي النقل البحري والسككي والبري والجوي، بالإضافة إلى الأرصاد الجوية.